عم نشتغل على منصة متحرك يلي هي منصة متخصصة بعالم الانيميشن. أطلقنا أول جزء هي مجلة متحرك يلي عم بتجرب تسلط الضوء على هالمجال مجال التحريك بكل العالم العربي. نحن كمان بدنا كمحرك بدنا نشوف هدول المناطق اللي عم يبنوا شيء بعالم العربي، يعني شو صار بالخليج، شيء لازم نحن نعرف وما عم نحكي مع بعض. يعني الناس هون بلبنان ما عم يحكوا مع الناس بمصر، والمصاروة ما عم يحكوا مع السعوديين، فمهم كلنا نحكي مع بعض. وعم نجرب يعني نوعا ما نخلق شبكة نخلي الكل يتعرف على بعضه. يعني مجال التحريك كتير صعب واحد يشتغل لحاله فيه، فحبينا انه نجمعهم كلهم عبر هالمنصة. وكيف نحكي على شيء بطريقة يعني عندها فكر، مش بس عم نزقف على فيلم أو بس عم نسب على فيلم، بدنا نبني هالإندستري هون. وتاني شيء هلأ عم نشوف مقالات تاريخية كيف بلشت التحريك العربي. للأنيميشن بلبنان في كتير مش بسميهم عوائق، أكتر المصاري هي مشكلة كبيرة منهم، كهرباء هي مشكلة تانية، وكمان الثقافة العامة للأنيميشن من ناحية المشاهدين ومن الزبونات الكلاينتس اللي بيجيبوا بروجكت أنيميشن وبيعرفوا قد بيكلف الموضوع، ما بيعرفوا قد الإنتاج بياخد وقت وبياخد تخطيط. بفتكر في مستقبل شوي مطول بس واصلين له بالآخر.